السلام عليكم. أعلنت اليوم الأحد ولاية تبسة عن جملة من التدابير الاحترازية الإضافية لكسر المنحنى التصاعدي لأعداد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة بإقليم الولاية. وقالت الولاية عبر بيان لها أنه تم إقرار هذه التدابير خلال اجتماع اللجنة الأمنية الموسعة صباح اليوم الأحد برئاسة والي الولاية. كما أفاد البيان أنه ستتم مواصلة العمل بكافة الإجراءات السابقة والتي تم إقرارها خلال الاجتماع السابق للجنة الأمنية. وأضاف البيان ذاته أنه تم إقرار المنع التام لنشاط النقل الجماعي للمسافرين ما بين الولايات من وإلى إقليم الولاية، وكذا رفع الطاولات والكراسي في الفضاءات المغلقة للمطاعم والمقاهي مع الاقتصار على بيع المشروبات والوجبات المحمولة. كما أكدت الولاية في بيانها على منع التجمعات والتظاهرات الرياضية والتجارية.